وانا بقلب كده لقيت كلمتين عجبوني قوي، بيقول لك اذا كنت طويل الثروه خاطر، مفيش حد هيكسب وهو قاعد في مكانه، مفيش حد يعني موظف قاعد كده على الكرسي ومتوقع انه يعني هو دخلك اللي مكتوب لك، يعني الدخل انت ماضي عليه او العقد بتاعك ولا هيجي لك، مش حاجه تانية هتجي لك، لازم يعني لازم تعمل حاجه يعني مش مألوفه، حاجه صعبه، حاجه جديده، حاجه غريبه. اي نعم، هم دلوقتي بيعملوا حاجات تافهه زي البلوجر والناس اللي بتطلع ترندات والكلام ده، بيعمل اتفه حاجه عشان الناس يعني تخش تبص عليها، فده يجي يعني يجي له فلوس. لكن انا مش عايز، انا ما بحبش الناس دي، ما بحبش التفاهه بوجه عام. يعني انا شايف ان الحياه تستحق وانت تستحق، بس خاطر ما تخافش. تاني حاجه بقول لك، اذا كنت عايز القوه البدنيه اتمرن. منطق، شايف كلام سهل، منطق. عايز تبقى قوي اتمرن، اتمرن في الوقت اللي انت قاعد فيه قدام التلفزيون عمال تاكل وتشرب وتخرج بالليل تقعد على كافيهات تشرب شيشه وشاي وحاجات، في غيرك قاعد في الجيم بيتمرن، في غيرك بيمشي. خلي بالك، مش كل حاجه محتاجه فلوس، مش كل حاجه في الدنيا يعني. هم دخلوا في دماغك يعني حاجات كتير بقى، مش عايز اقول مين يعني، لكن هم كل حاجه بالجنيه، مش حاجه، لا لا، في حاجات كتير جدا من غير فلوس. يعني على سبيل المثال، انك تمشي مش محتاجه فلوس، انك تظبط اكلك وتقلله مش محتاج فلوس، حتى لو كان اكل وحش على فكره، لو قللته هتبقى برضه احسن، انك تقعد مع حد بتحبه تتكلم معاه او حد ترتاح له تتكلم معاه مش محتاجه فلوس، انك تقف في الشارع كده وتبص على منظر حلو، خضره او حتى زهره او على نيل او على الشمس او على القمر مش محتاجه فلوس، انك تمشي في مكان هادي لو انت ساكن في مكان زحمه تمشي في مكان هادي مش محتاجه فلوس، انك لو ساكن في مكان هادي جدا ومحتاج تشوف ناس وتنزل في مكان زحمه زي وسط البلد او الازهر او القلعه، الاماكن اللي فيها عبق التاريخ دي، او حتى الاماكن الشعبيه مش محتاجه فلوس. ففي حاجات كتير ممكن يعني تفرحك مش محتاجه فلوس. فاذا كنت محتاج الثروه محتاج الفلوس، خاطر، اشتغل. اذا كنت محتاج تبقى قوي، اتمرن. اذا كنت محتاج المعرفه، اقرا وابحث واسال. إذا كنت محتاج الصحة، كل أكل صحي وامشي ونام كويس واشرب مية. إذا كنت محتاج النضج، إنك تبقى شخص ناضج، استحمل ألم التجربة دي من عندي على فكرة. فعلا إذا كنت محتاج تبقى ناضج وتعيش الحياة بعمق وتحس بكل لحظة في الحياة، أنا بستغرب قوي من الناس اللي تقول لك إمتى بقى اليوم ده يعدي؟ إمتى الصيف يعدي؟ إمتى الشتاء يعدي؟ الحمد لله اول شهر جه. من عمرك ما تضيعش حياتك مستني، ما تضيعش حياتك مستني، كله من عمرك. افرح بالصيف وافرح بالشتاء وافرح بكل لحظه، بس عيشها بعمق، حسها، حس اللي بيحصل في الدنيا، حس بالناس اللي حواليك، حس بقلبك وهو بيدق، حس بمشاعرك بتتحرك، حس. اذا كنت عايز تعيش الحياه بعمق وتبقى ناضج وتتصرف كويس مع كل الألم الموجود في الحياة والفوضى اللي في الحياة دي، استحمل ألم التجربة.